السلام عليكم، مرحبا بكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الله يدخل عليكم ان شاء الله هذا الشهر المبارك الكريم بالصحه والسلامه، واش ما تمنيتوا ان شاء الله، والله يرفع علينا ان شاء الله هذا الوباء. هذا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كاشير منزلي سهل واقتصادي، والاهم انها وصفه ناجحه 100%. غادي ينفعكم بزاف في الحشوات، في البيتزا، في اي حاجه بغيتوا ديروه. حكوا على الطريقه هذه ولا قطعوه كيف ما بغيتوا ديروه، راه كيجي بنين بزاف، والاهم انه اقتصادي كيف قلت لكم. تابعوا معي الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه، ومرحبا بكم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هادي، عندنا 4 البيضات، 4 الفرماجات، انا درت 5 الفرماجات، ضامه البنه ديال البقري، عندنا 4 المعالق كبار ديال الطحين، درت نص كاس خلطت ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، يعني زيت الزيتون وزيت المائده، معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك او الطماطم المصبره، وجوج فصوص ديال الثوم حكيتهم، وغنحتاج واحد معلقه كبيره ديال الهريسه. بالنسبه للتوابل غادي نقولهم لكم ملي نكون نطحن هاد المقادير، غادي نقول لكم التوابل اللي درت. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجهم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للطريقه غادي نديروا الخلاط الكهربائي، ضروري هاد المكونات نديروهم في الخلاط الكهربائي باش نطحنوا مزيان. غادي نسبقوا البيض، تقدروا تزيدوا اي منسمات كتبغيو، شويه الزعتر، يعني الاعشاب المنسمه او المعدنوس، او لو بغيتوا تزيدوا الزيتون زيدوا حتى المرحله الاخيره، يعني حتى تخلطوا. كيف قلت لكم انا درت 5 ديال الفرماجات، هي بالنسبه للوصفه كل بيضه فيها فرماجه وفيها معلقه ديال الدقيق، انا استعملت 5 الفرماجات، تقدروا ديروا حتى 6 الفرماجات، كيجي بنين الفرماج فيه. وغادي نزيد الزيت. بالنسبه للهريسه انا درت معلقه كبيره، بالنسبه لهاد الهريسه اللي عندي يعني ما حاراتش، هي محمضه شويه وفيها واحد نسبه قليله ديال الحرور، يعني ما حاراش بزاف، غندير معلقه كبيره، كتجي بنينه وكتعطي ديك الحروريه يعني خفيفه، ما كتجيش حاره بزاف. حتى اللي كيبغي الحار يدير، يعني الحار اللي كيبغي يكون حار يدير الفلفل الحار. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الكمون، وغادي ندير واحد شويه ديال الملح، ما نكتوش الملح لان الفرماج راه مالح وديك ضامه البنه راه مالحه، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر او التحميره، كل واحد اش كيقول ليها. ما تكتروش الملح باش ما يجيكمش مالح، لان حتى الهريسه كتكون مالحه شويه والفرماج حتى هو راه مالح. وغادي نخلطوا هاد المكونات، عاد غادي نزيدوا الطحين.
حتى نحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل هذا، يعني ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. ودابا غادي نزيدوا الدقيق، كيف قلت لكم 4 المعالق كبار ديال الدقيق. نخلطوه مزيان، هانتوما كيف كتشوفوا الخليط ديالنا ما تقيش بزاف وما خفيفش بزاف. اللي كيبغي يزيد الزيتون يزيدو في هذه المرحله هذه. غادي نخليه يرتاح واحد 5 دقائق بلا ما وجدت هذاك السلوفه اللي غادي نديروه فيه. كيف كتشوفوا انا درت السلوفان هنايا، اللي عنده ديك القرعه ديال الكاشير يديرها، اللي ما عندوش يديرها الطريقه هذه. هنا درت واحد 3 الورقات، يعني الاولى والثانيه والثالثه. الثانيه كنديروها الوسط باش ما تخرج لناش الحشوه. دابا غادي نديروا الخليط. انا درتو قسمته على جوج، احسن كيف قلت لكم نخرب الخليط ديالنا يعني يرتاح بعد 5 دقائق باش كيشد راسو شويه ما كيبقاش يعني جاري. كيف كتشوفوا على الطريقه هذه، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. نحاولوا نجمعوا الجوانب مزيان، زيرو ما راه ما كتخرجش الحشوه نهائيا. نديروا بحال شكل فنيده، بحال شكل بومبو من الجناب هكا. نحاولوا نزيروا باش ياخذ لنا داك الشكل. نقطعوا دوك الجوانب، يعني حاولوا تجمعوا مزيان بهذه الطريقه هذه. راه ما تخافوش منه، راه ما تخرجش الحشوه نهائيا. يعني هانتوما كتشوفوا على الطريقه هذه. دابا غادي ندير ورق الالومنيوم، غنجمعوا فيه بحال هكا. نحاول نجمع الجوانب مزيان كيف كتشوفوا، كيف قلت لكم على شكل بومبو او فنيده مزيان هكا باش تجمع لينا الحشوه لداخل. من بعد هنا انا درتهم في يعني في الكسكاس الماء لتحت وديك ديال الكسكاس الفوق. وغادي نخليه يطيب على نار متوسطه تقريبا 55 دقيقه، عاد غادي نحل عليه ونشوفو واش طاب ولا لا. يعني ما نخليوش يفوت 55 دقيقة، كيجي قاسح وناشف. احسن ما نفوتوش 55 دقيقة. غادي نحسبو ليه ملي درناه حطيناه
حسبوا 55 دقيقة. من بعد ما فات 55 دقيقة دابا أنا حليت عليه، أنتم كيف كتشوفوا يعني مجرد ما قصته لقيته يعني قاسح يعني طايب. غادي نجرب هاد الطريقة هادي بحال الطريقة اللي كنديرو الكيكة، يعني إلا خرج ناشف راه طايب. حتى ملي كنقيسو كنلقاو بلنا راه يعني شاد راسو. هانتوما كيف كتشوفو راه ضعف الحجم ديالو. دابا راه باقي يعني سخون، يلا طفيت عليه غادي نخليه حتى يبرد تماما عاد نديرو في التلاجة. اول كاشير ديالنا من بعد ما خليناه تقريبا خليته تقريبا واحد 8 سوايع في التلاجة حتى برد تماما، يعني قد ما برد مزيان كيجي مزيان كتعطي نتيجة احسن وكيتقطع. من الاحسن قطعوه رقيق او حكوه على الطريقة هذا، راه كيجي تقريبا بحال ديال الزنقة، يعني ما تفرقيش بينهم غير في اللون. انا ما استعملتش ملون، استعملت فقط غير هذيك مطيشه الحك وديك الفلفل الاحمر وديك الهريسة هما اللي عطاونا هذا اللون هذا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ومرحبا بكم. تلقوا إن شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم.